حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله عنه أنه سئل عن جرح النبي صلى الله عليه وسلم يوم أُحد فقال: جُرح وجه النبي صلى الله عليه وسلم وكُسرت رباعيته وهُشمت البيضة على رأسه، فكانت فاطمة عليها السلام تغسل الدم وعلي يمسك فلما رات ان الدم لا يزيد الا كثره اخذت حصيرا فاحرقته حتى صار رمادا ثم الزقته فاستمسك الدم